بسم الله، خلينا نرسم مع بعض سكتش على برنامج اوديسك فيوجن 360. اقول له سكتش، بلا اقول له اول حاجه كريت سكتش عشان احدد هرسم على اني على الاكس واي ولا الواي زد، اي حاجه بالشكل دوت. بعد كده اقول له انا عايز ارسم مثلا، خلينا نختار ابسط حاجه لاين، اقول له لاين وابدا ارسم. لما ارسم عادي بدون اي مشاكل، او ان انا ابدا احدد الزاويه واحدد المسافه اللي انا همشي. يعني ممكن اقول له انا همشي مثلا مسافة 500، الزاوية بتاعتي عايزة 50، تمام، واروح اس انتر. خلاص كده اتسجلت ديت، تمام. بنفس الطريقة ممكن ابدأ ارسم اي مسافة انا عايز امشيها واي زاوية انا عايزها. ممكن اقول له انا عايز ارسم ريكتانجل، بيقول لي 2 بوينت ولا 3 بوينت ولا سنتر ريكتانجل. 2 بوينت، حدد اول نقطة وتاني نقطة، خلصت. طيب 3 بوينت، حدد أول نقطة، وبعد كده حدد الطول بتاعي، وبعد كده حدد العرض، تمام. أم دي موازية لدي، علامة التوازي. طيب السنتر، أحدد السنتر وأبدأ أمشي، بديله المسافة من السنتر لحرف المستطيل بتاعي، وهكذا. السيركل يعني كلها أمور بسيطة، ترسم دورية ولا ترسم بنقطتين ولا 3 نقط على الحواف. السنتر اهيت، ادي نص قطر، خلصت. لو انا عايز اقول له نقطتين، بحدد اول نقطه وتاني نقطه، 3 نقط. انا تقريبا الاوامر كلها زي الاوتوكاد، اول نقطه تاني نقطه، احد مثلا 3 نقطه هنا مثلا، حاجه بالشكل دوت. وكذلك الارك، البوليجن ممكن ترسم شكل سداسي رباعي زي ما انت عايز. طب لو انا عايز اعمل دايمنشن، عندي ايه الدايمنشن؟ وطبعا اوامر فيلت وتريم والحاجات ديت هنشوفها. عايز ارسم دايمنشن، حد مثلا الضلع دوت، ده الدايمنشن بتاعي. ممكن اقول له انا عايز اعمل فيلت، تختار مثلا الضلع دوت مع الضلع دوت، وتحدد الفيلت بتاعك قد ايه. عايز مثلا 300، هيبقى عندي فيلت ب 300. وكذلك امر بريك واوفست وميرور، يعني الاوامر كلها كانت موجوده قبل كده في الاوتوكاد، فمش هتلاقي فيها مشاكل خالص. تريم، خط بيقطع خط، اكستند، خط بيمتد يقطع خط تاني، بريك بقطع خط، يبقى عندي خط مستقيم، واقطع جزء في النص بحيث يبقى عندي خطين مش خط واحد. اوفست، بقول له مثلا ابعد، ارسم حاجه بس على مسافه معينه بالشكل دوت، تمام. اقول له مثلا على مسافه كده، بيبقى عندي شكلين بالشكل دوت، تمام. الميرور، بتعمل ميرور للشكل بتاعك. فهي كلها اوامر بسيطه وسهله، بس الاشكال دي بنستعين بيها بعد كده لو احنا بنجمل، عايزين نرسم حاجه 3D، عايزين نرسم اسمبل، عايزين نعمل تعديلات، فبتفيد بعد كده ان شاء الله.